مساء الخير، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من كل الزوايا مع ساره حازم. اما انا لهذا الكابوس ان ينتهي؟ الم يكفي 424 يوما من القتل والهدم والتشريد؟ الم تاتي اللحظه التي يلتقط فيها سكان غزه انفاسهم بعد شهور من قصف الطائرات واستهداف الابرياء وتجريب الاسلحه المحظوره دوليا؟ ماذا تريد اسرائيل بعد قتل 44,330 فلسطيني وإصابة أكثر من 100,000 شخص؟ ماذا بعد تنفيذ 7,160 مجزرة إسرائيلية بحق العائلات الفلسطينية؟ وماذا يريد العالم للضغط على نتنياهو وشركائه بوقف المذابح اليومية ضد العزل؟ من بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، كلمات الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش ترن في ودني: حياتنا هي أن نكون كما نريد، نريد أن نحيا قليلا، نحيا قليلا. بكرة الجمعة 29 نوفمبر هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني صاحب أكبر معاناة في العصر الحديث، المعاناة اللي بتتجسد الآن بأبشع الصور والمشاهد في قطاع غزة. نشوف التهجير، نشوف مئات الآلاف من الأسر بدون منازل، هدم لكل المرافق الصحية، افتقار لأبسط أشكال الحياة. كل يوم بنقول هذا الكلام وما بنزهقش إن احنا نقوله، حتى ولو الأرقام بقت معتادة لكننا ما بنزهقش، هنفضل نقول الأرقام. ويمكن دي مناسبة إن كل المنظمات الدولية ترفع صوتها وتطالب أكثر بوقف عدوان جيش الاحتلال على غزة، وخاصة إن احنا عندنا حدث مهم وهو وقف إطلاق النار في لبنان. يعني عندنا وضع ممكن نشوفه ونعمل زيه، لأن اللي اتخذ قرار وقف الحرب على لبنان يقدر برضو أنه هو ينهيها في غزة. وهنا بنتكلم تحديدا عن الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة الكلمة المسموعة لدى تل أبيب. نحن نتضامن مع فلسطين، نتضامن ضد القهر والظلم والعجرفة وآلة الحرب التي لا ترحم ولا تفرق، نتضامن ضد انتهاك حقوق العزل والإبادة وطمس الهوية، نتضامن ضد الشر المطلق المتمثل في نتنياهو وحكومته. وفي الآخر كل اللي احنا بنقدر ان احنا نردده هو يعني بيت الشعر لمحمود درويش: نحيا قليلا، نريد أن نحيا قليلا. يلا بينا نبدأ كل الزوايا. بجدد التحية على حضراتكم. يوم الثلاث اللي فات بدأت وزارة الإسكان طرح كراسات شروط إعلان مبادرة سكن لكل المصريين 5، وبيتضمن طرح 78,730 وحدة سكنية، منها 40,607 وحدة تحت الإنشاء بمساحات 75 متر و90 متر. هيتم تسليمهم هذه الشقق أو هذه الوحدات بعد 36 شهر. كان في إقبال على شراء كراسات الشروط من مكاتب البريد، لدرجة أنه تم بيع 90,000 كراسة خلال نص ساعة بس من طرحها. وزارة الإسكان قالت في بيان ليها أنه ما فيش داعي للزحام أمام مكاتب البريد، وأنه الكراسات هتكون متاحة للبيع في مكاتب البريد حتى يوم 24 ديسمبر، يعني حوالي شهر كامل، وأنه ما فيش أفضلية لأسبقية شراء كراسة الشروط. خلونا نعرف التفاصيل أكتر من المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على المشاهدين. يمكن الناس بتستغرب شوية من فكرة أنه معقول يكون هذا الإقبال، هذه الأرقام حقيقية؟ يعني إحنا فعلا عندنا مواطنين عندهم إقبال على هذه الوحدات السكنية؟ وطبعا البرنامج سكن لكل المصريين من ساعة ما أطلق في 2014 والإقبال بيتزايد سنة ورا التانية الحمد لله. يعني الناس شافت على الأرض أنه الوحدات يعني متميزة، والشروط طبعا يعني تعتبر ما فيش زيها بالمقارنة بأي حاجة موجودة في السوق. الدولة حاطة دعم كبير جدا في الوحدات للفئات المستهدفة،
فطبعا من اعلان لاخر الناس دايما، يعني احنا بنقفل اعلان من هنا الناس تسالنا هتنزلوا تاني امتى باعلانات. الحمد لله يعني الايام اللي فاتت كان في اقبال كبير. انا بس عايزه يعني اكرر اللي حضرتك قلتيه، وعايزه اطمن الناس انه احنا هنفضل نطبع كراسات طول ما في طلب، يعني ما حدش يقلق ان الكراسات في تزاحم في المكاتب، ممكن حاجه ما تروحش في يوم الزحمه، يعني ممكن اللي لاقي زحمه ينتظر. احنا هنفضل لحد يوم 24، ولو احتاجنا نمد اسبوع ولا اسبوعين، اي يعني طول ما في ناس عايزه تشتري الكراسات وعايزه تقدم فاحنا هنفضل يعني مفيش حاجة يعني اسمها ان الكراسات فاتحين خلصت، التقدم. مفيش لا ان مفيش حاجه اسمها الكراسات خلصت، مفيش حاجه اسمها يعني ناس بتقول لك هات فلوس عشان تشتري كراسه، كل الكلام ده مش مقبول. يعني حضرتك الكراسه بيجيلك بيبقى المكتب شكاوى، بيجيلكم شكاوى انه في ناس جاي بتطلب اكتر من فلوس؟ شكوى، وقلت للناس اللي بيرصد شكوى يقدر يحطها عندنا على موقع الشكاوي في الصندوق، واحنا بنتواصل طبعا مع هيئه البريد في تنسيق كامل بيننا طول الوقت، لو في اي حاجه فيها اي تجاوز طبعا هم يعني بيتعاملوا مباشره مع اي مخالفات. لكن في النهايه انا باكد انه الكراسه هي السعر 300 جنيه، مش اي حاجه زياده عن كده تدفع. اللي فيه الرسوم الاداريه 355 جنيه اللي هي بتاعت الاستعلام عن المستفيدين بعد كده، وهو ده اللي هيدفع يعني، طيب مفيش حاجه تانيه. للتوضيح، ما والرسوم هو الاداريه دي مشروع بتدفع مع سكن؟ المقدم يعني. نعم، ما هو مشروع سكن لكل المصريين؟ خلينا نفكر الناس. المشروع طبعا يعني اطلقه فخامه الرئيس في 2014، بيستهدف توفير سكن لائق لمنخفض ومتوسط الدخل. احنا نزلنا من اول 2014 لحد النهارده، ده الاعلان رقم 18. يمكن عدد المتقدمين في المده دي تجاوز 1,700,000 واحد. اللي استلموا وحدات حتى الان حوالي 605,000 اسره، يعني بنتكلم على اكثر من 3 مليون بني ادم مضوا عقود واستلموا ونقلوا في وحداتهم الجديده. الوحدات دي كلها 90 متر كامله متشطبه معاها يعني كل الخدمات المحيطه المطلوبه بيها، وحدات جاهزه ومتشطبه والناس بتسكن فيها مباشره. جوده أماكنها الحياه فين؟ طبعا مختلفه. الاماكن على مستوى الجمهوريه، احنا كل الوحدات اللي اتبنت يعني 85 منها في المية منها كان في المدن الجديده، و15% منها كان في المحافظات حسب طبعا الاراضي ما بتتوفر في داخل المحافظات، بس الغالبيه كانت في المدن الجديده، ولان دي طبعا استراتيجيه الدوله وخطه التطوير العمراني ان احنا يعني نوسع المناطق المأهولة بالسكان ونخلق فرص اقتصادية في المدن الجديدة زي ما حضرتك عارفة. فإحنا النهاردة يعني لما ابتدينا البرنامج يمكن الناس كانت عايشة على 7% من مساحة مصر، إحنا دلوقتي الحمد لله وصلنا أعتقد لنسبة 13 أو 14%. وطبعا برنامج سكن لكل المصريين كان له مساهمة كبيرة في هذه الطفرة العمرانية. طيب المواطن لو قدر ان هو بالفعل يدفع يعني بعد شوية، يعني قدر ان هو يدفع ثمن الوحدة بشكل كامل، هل هيقدر يعمل ده ولا لا لازم يستنى 20 سنة؟ احنا بنبقى حاطين مدة 7 سنين اذا حابب يتصرف، ده الحد الادنى. لو حب قبل كده لاي ظروف فبيبقى مطالب ان هو يرد جزء من الدعم، لانه هو مفترض انه يعني احنا بندي الشقه دي لحد يعني منخفض الدخل، والدراسه بتقول انه عشان الدخل يتحسن ويدخل في الشريحه اللي اعلى منها فالمتوسط العام ده هيكون 7 سنين. اللي بقى يعني عنده ظرف استثنائي وعايز يعجل بالسداد لان ظروفه تحسنت لاي سبب او هينقل او اي حاجه اي سبب يعني، فبيتقدم بطلب للصندوق وبنقدر نسمح له يعمل سداد معجل، بس هيرجع جزء من الدعم بقى حسب السنه اللي هو بيسدد فيها. طبعا يعني بالتوفيق لكل المتقدمين يقدروا ان هم يوصلوا للوحدات السكنيه اللي هم بيتمنوها. انا بشكرك مهندسه مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شكرا جدا. اي شركه بتقدم خدمه وارد انها تطلب طبعا زياده على اسعار خدمتها اكيد، وده يعني بيحصل طول الوقت، لكن علشان ده يحصل لازم هذه الشركه اي شركه ترجع للدوله اللي هي شغاله فيها وبتخدم وبتستفيد من مواطنيها. على سبيل المثال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في واحدة من جلسات معرض اي سي تي قال انه لن يتم او لم يتم الموافقة النهائية على طلب زيادة اسعار كروت الشحن والانترنت، وان في موافقة مبدئية لدراسة امكانية زيادة اسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والانترنت، وقال ان المجلس القومي لتنظيم الاتصالات هو اللي بيحدد هذه الزيادة ويقرها. وبعدها الناس بدأت تسأل ايه اللي هيحصل، مواقع التواصل الاجتماعي بقى بدأت تكتب وتنشر وتعمل كمان كوميكس ونكت عن ان الكارت اللي ب100 هيديك رصيد 45 جنيه. خليني مبدئيا كده اقول لحضراتكم انه بعد ما احنا بقالنا اسبوع تقريبا في هذه
الأخبار إنه ما فيش أي جديد في أسعار كروت الشحن وفواتير الإنترنت، وإن الوضع كما هو عليه، وإن الموضوع حتى الآن هو دراسة ما بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول في مصر. إيه الأسباب طيب اللي ممكن تخلي الشركات دي تطلب زيادة في أسعار خدمتها؟ إيه الآليات اللي بيتم بيها دراسة الطلب قبل ما يتوافق عليه؟ مين هو المسؤول عن القرار وإجراءات إقراره؟ خلونا نعرف أفضل هذه التفاصيل من مهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، هو معنا هاتفيا. باشمهندس وليد، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. علشان بس برضو أبقى متأكدة من يعني أخذ من حضرتك تأكيد، هل في أي زيادة زي ما مواقع التواصل الاجتماعي بتقول لنا؟ لا، هو لغاية اللحظة دي ما فيش أي زيادة، هو الموضوع مجرد اقتراح من الشركات ان هي عايزه تزود، لكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اعلن انه موافق مبدئيا على دراسه الاسعار اللي بتقدمها الشركات، وبعد كده هيحدد اذا كان في زياده ولا لا. يعني ده دور الجهاز ان هو يحدد. طيب الجهاز بيحدد على اساس ايه؟ هو بيحسب طبعا تكلفه الشركات او ايه التكلفه اللي زادت عليها في الفتره اللي فاتت دي. هو الشركات بتعلي طلبها الزياده باكثر من حاجه. اول حاجه الشركات دي معظمها شركات مالتي ناشونال، هي بتبقى شركات دوليه بفلوسها بتيجي من بره بالدولار او بعمله غير مصريه، فبتحول ارباحها لبره برضه بنفس العمله. فمع تغير سعر العمله في الفترات اللي فاتت او السنين اللي فاتت وتيجي تحول ارباحها، بدل ما كانت شركه نفترض بتحقق 22% ارباح، فلما تغير سعر العمله بقت بتحول 8% بس ارباح، فهي بالنسبه لها كده ارباحها نزلت. ده رقم واحد. رقم اثنين ان هي بتستورد طبعا معدات التشغيل بتاعت الابراج كلها والمحطات من بره وبالخارج بالعمله الصعبه، فبتكون طبعا سعرها تضاعف عليها. الحاجه الثالثه اللي بيطالب الشركات بزياده طبقا لي ان هم بيشغلوا محطات بالسولار، ومع تغير سعر المواد البتروليه ده برضو بقى مؤثر عليهم. طيب نرجع للخبر الاولاني اللي احنا بدانا بيه المكالمه دي، وهو خبر ان كروت الشحن هتزيد وهتبقى الكارت اللي ب 100 بيدينا رصيد 45 جنيه، وواضح ان هو كان مجرد اقتراح. طيب ده مش صحيح خالص. امتى ممكن يكون صحيح؟ لا عمره ما ينفع يبقى صحيح. يعني حتى لما بيحصل زياده ما فيش زياده هتحصل في سعر الكارت، بمعنى الكارت ب 100 بيديكي رصيد 70 جنيه، هيفضل هو ب 100 جنيه ويديكي رصيد 70، لكن اللي هيحصل انه لو الجهاز القومي وافق على زياده الاسعار بتاعه التشغيل هتبقى زياده تكلفه الدقيقه او باقه الانترنت. يعني انت بتشتري باقه نفترض ثمنها 70 جنيه بتديكي 5 جيجا، بدل ما بتديكي 5 جيجا هتديكي 4 جيجا، بتديكي 3 جيجا، بتشتري مكالمه الدقيقه فيها نفترض ب 14 قرش. هتبقى يغليها يخليها 15 يخليها 16، يعني الكارت بدل ما تديكي مثلا 100 دقيقه لا يديكي 70 دقيقه يديكي 60 دقيقه. يعني هو يغير في سعر الخدمه اللي بتقدم مش في سعر الكارت ولا في رصيد الكارت. طيب مع وضع في الاعتبار حاجه ان الكارت ابو 100 جنيه بيدي رصيد 70 جنيه، يعني في 30% اوريدي هي يعني المستهلك مش بيستفيد بيها، لانها بتروح عباره عن ضرائب وخدمات ورسوم اداريه والكلام ده. فالحقيقه يعني هي التكلفه كانت الاول الشركات هي اللي بتتحمل ضريبه القيمه المضافه، يعني كانت ب 100 بتيجي 100 جنيه رصيد، يعني قعدنا فتره من 2007 وهي الدنيا ماشيه كده، كانت ب 100 ب 100. نعم. اتغير بعد كده بقى المواطن بيتحمل الضريبه. تمام خلاص، يبقى الشركات اترفع من على عبء الشركات تحمل الضريبه. يعني دي اوريدي بقت ميزه اضيفت للشركات، وان تم تغيير الاسعار في بدايه السنه دي. نعم. مره، وكانت الاسعار لما اتغيرت المواطن ما حسش قوي ان في تغيير حصل، لان هو التغيير بيحصل في سعر الخدمه اللي بتقدم، يعني سعر الباقه نفترض باقه ثمنها 5. بس هو برضه بيحس بيها، بيلاقي ان الكارت خلص اسرع من لما كان، فهو طبعا بيحس بيها. 65 بتدي له مثلا 9 جيجا ونص، بقت تدي له 4 جيجا 750 ميجا. طيب فكده هو بقى عنده النص التكلفه تقريبا. فيعني انا شايف انه وقت الزياده مش وقت مناسب خالص ان الشركات تطالب بزياده في الوقت ده الحقيقه. طيب السؤال الثاني، وهو برضه كان من المواضيع اللي مطروحه برضه على موقع التواصل الاجتماعي واكيد حضرتك برضه تابعته، وهو خاص بالهواتف
الموبايل اللي جايه من بره، وانها ممكن تتمنع، انها ممكن ما تشتغلش، هل في ضوابط معينه لهذا الامر؟ وممكن فعلا تليفون من بره ما يشتغلش هنا؟ طب وفي الحاله دي لو واحد مثلا سائح، واحد جاي كام يوم، هيبقى ايه الحل؟ هو من 2012 وفي جهاز اقامه تنظيم الصلاه اكثر من مره كان بيحاول او بيعلن ان هم هيوقفوا التليفونات اللي بتيجي من بره. خلينا بس نوضح حاجه مهمه للناس كلها، ان مفيش حد بيستخدم تليفون في البيت ممكن يقف. احنا بنتكلم عن اللي هيجي من بره بعد القرار، لو صدر القرار ده فعلا هو ده اللي هيحصل، انه هيتم ايقافه، لكن ايقافه ليه ضوابط. لازم يدي فتره سماح للسايح اللي جاي انه خلال مده معينه بيستعمل التليفون بتاعه، لكن في حاله انه يتخطى المده دي ساعتها بيدفع رسوم عشان يقدر يستعمله داخل البلاد. لكن كل دي مجرد اقتراحات، او مش اقتراحات كمان، دي مطالبات من الشركات كده، هي عايزه كده الوكلاء والمصنعين، لكن ما فيش حاجه رسميه صدرت لسه عن الجهاز باي حاجه تخص موضوع ايقاف التليفونات. يعني ده كله مجرد تكهنات، لكن في الحقيقه على الارض ما فيش حاجه لسه صدرت. واحنا ارسلنا للجهاز طلب انه نجتمع مع بعض، وهو الحقيقه اعتذر لفتره ان كان عندهم معرض اي سي دي، ورجعنا تاني بنظبط معاهم موضوع الاجتماع ان شاء الله، احتمال يبقى خلال الاسبوع الجاي ولا حاجه، ونشوف معاهم اليات التنفيذ لو هينفذوا فعلا القرار ده، واليات تنفيذه ايه، لانه لو هينفذوه لازم يدي فتره سماح وتوفيق اوضاع للتجار اللي عندهم تليفونات، لانه النهارده ممكن يبقى حد مسافر وجاب معاه تليفونين ثلاثه. في اليوم الواحد مئات الطيارات بتدخل مصر، على كل طياره مئات المواطنين، ففي الاف الاجهزه ممكن تكون بتدخل. طب في ناس ممكن تبقى هو اشترى تليفون لنفسه جديد وهو بره، يعني مش يعني او حد يعني مش حتى بيبيعه يعني. لسه ما استعملوش، يعني لسه ما استعملوش، فلازم يبقى في فتره توفيق اوضاع للناس دي عشان تقدر ان هي توفق اوضاعها من يعني ده من الامور اللي ممكن فعلا نشوف فيها قرار في الفتره اللي جايه. والله هو لسه ما فيش حاجه حقيقيه ظهرت لغايه دلوقتي، والجهاز لسه ما صرحش باي حاجه. يعني يمكن كروت الشحن كان في تصريح بالموافقه المبدئيه على الدراسه، لكن الموضوع ده مجرد كلام بيتداول في المجتمع التجاري، واحنا كشعبه محمود والاتصالات ما ينفعش نقعد ساكتين، لازم نتحرى الدقه، لازم نتاكد هل فعلا في قرار ولا لا. لغايه اللحظه دي ما فيش حاجه رسميه اتقالت من جهاز عن الموضوع ده. يعني طيب سؤالي الثالث والاخير، عشان انا عارفه اني طولت على حضرتك، الايسم، خدمه الايسم، هل فعلا هتبتدي في مصر تكون موجوده خدمه الايسم، او انه التليفون ما يكونش فيه شريحه زي ما بعض الدول بتعمل من اول 2025؟ بصي، هو التوقيت ده اللي بيعلنه الجهاز، لكن هي خدمه الايسم لازم هتشتغل، وخدمات الجيل الخامس كلها لازم هتشتغل، لان احنا مش منعزلين عن العالم، يعني احنا جزء من العالم. بشكر حضرتك مهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبه الاتصالات والمحمول بالغرفه التجاريه، شكرا لوجود حضرتك معانا في كل الزوايا. طيب، بعد أسابيع من العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، واللي شفنا أنه كانت نتيجته أنه أودى بحياة 3823 لبناني وإصابة أكثر من 15,000 لبناني، أعلنت أخيرا دولة الاحتلال عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، عشان نقدر يقدروا اللبنانيين وإحنا معاهم نلتقط أنفسنا، يقدروا يرجعوا لأرضهم. وشفنا امبارح حتى مظاهر للعودة للقرى اللبنانية، يعني طوابير واحتفالات علشان العودة لبيوتهم. يا ترى هل هذا الاتفاق هيدوم ولا هي مجرد استراحة مؤقتة؟ إسرائيل بعد أقل من 24 ساعة من الإعلان خرقت اتفاق، والمدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدة عيد الشعب ومدينة جبيل، وتم قتل 6 لبنانيين واعتقال 4 آخرين. جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه حذر سكان 10 قرى في جنوب لبنان من أنهم يرجعوا لأراضيهم، وقال أنه يحذرهم من العودة إلى بيوتهم لحين إشعار آخر. طب ده معناه إيه؟ من الجهة الثانية، حزب الله أعلن في بيانه أنه بيتابع أو هيتابع الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وانه ايدي مقاتليه على الزناد، ده حسب البيان، دي الجمله اللي موجوده في البيان لحزب الله، وانه قواته على اتم الاستعداد للتعامل مع الاطماع الاسرائيليه على الارض. معلش انا بعتذر لحضراتكم، بس صوتي عشان يعني بواقي البرد.
على الأرض عدد كبير من المواطنين بدأوا يرجعوا بالفعل لبيوتهم في جنوب لبنان زي ما كنت بقول لحضراتكم، واللي أغلبها تم تدميره بسبب العدوان الإسرائيلي اللي احنا عايشين فيه خلال الشهرين اللي فاتوا، وده بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الاتفاق ونتابع كمان عودة اللبنانيين لأراضيهم. معانا من بيروت الكاتب اللبناني وجدي العريضي، وهو معنا عبر تطبيق. طيب هو مش معانا عبر تطبيق زوم، معانا هاتفيا. اهلا بحضرتك استاذ وجدي. مساء النور لك وللمشاهدين الكرام. ايه اللي حصل وخلى اسرائيل انها ترضخ اخيرا وتوافق على وقف اطلاق النار؟ اسرائيل اولا تعرضت لقصف عمقها في تل ابيب من قبل المقاومه، وبالتالي الاساس أن هناك ضغوطات أمريكية حصلت تحديدا من الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي قال أنه سيقف إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الدعوة الموجهة ضده من المحكمة الجنائية الدولية، لكن بالمقابل تمنى عليه وقف الحرب، لا سيما وأن الرئيس ترامب نال حصة وازنة من أصوات اللبنانيين المسلمين العرب في الولايات الأمريكية تحديدا في ميشيغان ديترويت كاليفورنيا حيث التواجد الاكبر للجاليه اللبنانيه ووعدهم بوقف الحرب. اضف الى ذلك ان الموفد الامريكي هاموس فاينشتاين في الاداره الامريكيه الحاليه لعب دورا ايضا، فكان هناك توافق بين الاداره الحاليه والاداره المنتخبه على وقف اطلاق النار. هذه الضغوطات ادت الى وقف اطلاق النار، وخصوصا انه جاء بعد حرب هي الاعنف والاخطر في تاريخ لبنان، حرب غير مسبوقه مخابراتيا، تكنولوجيا، تقنيا، أودت بحياة عدد كبير من الشهداء والجرحى والدمار والخراب، إلى اغتيال أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله ومعظم قادة الصف الأول. لذلك وقف إطلاق النار حصل، لكن اليوم نعم حصلت خروقات لا زال هشا، وتزامن ذلك مع العودة التي لا زالت مستمرة منذ لحظة وقف إطلاق النار، حيث هناك طوابير من السيارات تعود إما لتفقد ممتلكاتها ومنازلها، ومن دمر منزله يعود إلى حيث يقطن حاليا، والبعض بقي في بلدته، إنما هناك قرى يمنع الدخول إليها من قبل العدو الإسرائيلي. لماذا؟ على تماس، لأنها على تماس مباشر مع جنود الاحتلال، وهناك أيضا محاولات حصلت اليوم من بعض شبان المقاومة لدخول بلداتهم، فكان التصدي لهم وإطلاق قذائف من العدو الإسرائيلي. لذلك ينتظر وصول وفد لجنة المتابعة الأمريكية الفرنسية من جنرال أمريكي وآخر فرنسي للإشراف على وقف إطلاق النار. لا شك أن وقف إطلاق النار لا زال في بداياته، ومن الطبيعي قد تحصل خروقات، إنما القلق والمخاوف من أن تتفاعل هذه الاشتباكات، وخصوصا أن الطيران الإسرائيلي وصل اليوم إلى أجواء بيروت وأجواء الجنوب، ما يعني أنه خرق كبير، وإذا قبله حزب الله. طب يعني ده معناه إن إحنا مش مع موافقة فعلية من إسرائيل على هذا الاتفاق. إسرائيل توافق لكنها دائما تنتهك القرارات الدولية وتضربها عرض الحائط. بالعام 2006 كان القرار 1001، وبالتالي قبل عملية 7 أكتوبر كان هناك 35,000 خرق إسرائيلي جوا وبرا وبحرا. لذلك أعتقد أن هناك ضغط أمريكي وهناك توافق دولي، بدليل وصل اليوم إلى بيروت المنتخب الفرنسي جون إيف ليفريون وبدأ اتصالاته لانتخاب رئيس للجمهورية، وحدد رئيس المجلس النيابي موعد الجلسة وبحضور سفراء غربيين دوليين عرب، ما يعني أن التسوية تسلك طريقها، لكنها بحاجة لبعض الوقت للمراقبة والمتابعة. عندما يكون هناك قرار دولي أمريكي فرنسي أوروبي وضغوطات، أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام، لكن الإسرائيلي حتى الساعة لا زال يهدد، ولكن لا اعتقد ان الامور ستعود الى ما كانت عليه، وان كانت كل الاحتمالات وارده مع العدو الاسرائيلي. طيب يعني برضو لازم يعني ارجع اسال حضرتك السؤال تاني، هل ده معناه ان احنا فعلا امام موافقه على اتفاق اطلاق النار، ولا لا احنا لسه ما نقدرش نقول ده بشكل كامل؟ نحن امام ضدنا لستين يوما، لكن اعتقد هناك البعض يقول من السياسيين اللبنانيين لا سيما من لهم باع طويل في السياسه، ربما ان هناك ملاحق سريه، ان الولايات المتحده الامريكيه وعدت نتنياهو بان يحط له المراقبه والمتابعه واستكشاف الاجواء اللبنانيه ومتابعه حزب الله، فيما الامريكي ضغط على ايران وسوريا
لعدم امداد حزب الله بالسلاح، ولهذه الغايه قصف كل المعابر البريه، وان تم فتح بعضها لا سيما طريق بيروت دمشق الطريق الدوليه. ولا ننسى ان هناك ايضا مشروع كبير لاعاده الاعمار، هناك دمار شامل، ومن هذا المنطلق يتحرك مجلس الجنوب المعني بالاعمار من خلال رئيسه السيد هاشم حيدر الذي بدا يزور على القرى والبلدات المهدمه كما كانت الحاله تفقد النزيف. هل عندنا فاتوره مبدئيه لاعاده الاعمار، وخاصه انه لبنان اصلا كان قبل هذا يعني هذه الحرب يعني كان اصلا منهك اقتصاديا؟ قبل الحرب كان لبنان ولا زال افلاس مالي اقتصادي، المصارف اقفل معظمها، اموال المبيعين اللبنانيين تبخرت، هناك ازمات اقتصاديه خانقه، لكن من الطبيعي مجلس الجنوب يقوم بدوره لوضع لوائح بالمنازل المهدمه، بالاضرار، تقديم المساعدات الاوليه، مساعده الناس. انما اعاده الاعمار باعتقادي تحتاج الى مشروع على غرار مشروع ماريشال بعد الحرب العالميه الثانيه، ومعلومات التي استقيتها من جهات في بيروت من سفراء غربيين وعرب بان دول الخليج لن تتخلى عن لبنان، المملكه العربيه السعوديه، دوله الامارات العربيه المتحده سيعودون الى لبنان، وهناك مؤتمر للدول المانحه، انما شرط ان ينتخب رئيس جمهوريه يرضي الجميع داخليا وخارجيا، وان تكون هناك حكومه اصلاحيه بعيد عن الفساد وكل الموبقات، وعندها سياتي الدعم لبنان لاعاده الاعمار كما كانت الحال في مراحل سابقه عندما شهد لبنان حروب منذ منتصف القرن الماضي وصولا الى اليوم. نعم. بدليل ان هناك كل بعض الشركات الطيران بدات تعود الى بيروت، وهناك ايضا بعض المستثمرين، وهذا ما قاله رجل الاعمال الاماراتي الشيخ خلف عطور، سنعود الى لبنان لنستثمر فيه ولنتخلى عن هذا البلد. ربنا يحفظ لبنان ويحفظ اهلها الطيبين. يعني ما فيش حاجة نقدر نقولها غير كده. الكاتب اللبناني أستاذ وجدي العريضي، شكرا لوجود حضرتك معنا عبر تطبيق زوم من بيروت. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم كل الزوايا مع سارة حازم. من فترة كنا اتكلمنا مع حضراتكم هنا في كل الزوايا عن تطبيقات المراهنات، منها مثلا وان اكس بت، وقلنا ان حظره في مصر خطوة على الطريق الصحيح، لان الشباب بتشوف ان هذه التطبيقات بتحقق لهم مكسب سريع بدون تعب او مجهود. اتكلمنا وقتها انه الناس اللي بتستخدم هذه التطبيقات تكسب مرة فبتروح للتطبيق مرة تانية وتالتة، او بتخسر فبتحاول انها تعوض خسارتها فبتخسر بقى كل حاجه، زي بالظبط كده لما بنتكلم عن القمار، انت بتقامر طول الوقت عايز تعوض خساره انت خسرتها، او فرحان بمكسب انت كسبته بسهوله فرايح عايز تكسب تاني. المهم امبارح النيابه العامه في مركز منيا القمح بمحافظه الشرقيه امرت بحجز موظف بشركه حراسه ونقل اموال بعد اتهامه باختلاس 11 مليون جنيه من جهه عمله علشان يعوض خسارته في المراهنات الإلكترونية. تحريات بتقول إن الموظف ده استولى على المبلغ على فترات علشان يعوض خسارته المتكررة في ألعاب المراهنات الإلكترونية، وإنه بلغ إجمالي الخسائر اللي حصلت له من المراهنات تقريبا 12 مليون جنيه. ودي مش الواقعة الأولى، إن احنا عندنا شاب قبل كده شنق نفسه في بيته في قرية، في قرية بني مزار في المنيا، وده بعد ما برضو ديونه زادت عليه بسبب ان هو بيشارك في لعبة مراهنات. مش بس كده، شاب تاني قتل جدته المسنة طعنها بالسكين في منطقة الخليفة بالقاهرة علشان ياخد فلوسها ويستخدمها برضو في لعبة من لعب المراهنات. حلقتنا النهاردة هنناقش مع حضراتكم موضوع تطبيق المراهنات وانتشارها بشكل كبير جدا خاصة بين الشباب، وازاي نقدر نواجه هذه الظاهرة بدون كلام نظري، ازاي نقدر فعلا نعمل ده. في البداية معانا عبر تطبيق زوم الدكتور محمد حجازي خبير التشريعات الرقمية. دكتور محمد اهلا بحضرتك. اهلا بك يا استاذ سارة وبمشاهديك الكرام. هل عندنا قانون يعني يكون بيحظر هذه الممارسات من مراهنات وهذه الاشكال اللي احنا بنشوفها من مراهنات؟
طيب، هو طبعا يعني قانون العقوبات المصري احنا عندنا فيه نص بيتكلم على القمار والمراهنات، بس الحقيقة هو ما بيغطيش المراهنات الإلكترونية. ومن هنا بتيجي أهمية إننا لازم نبص على تعديلات في قانون العقوبات، أو حتى نقدر إننا نضمنه في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بحيث إننا نبقى قادرين إننا نحط نصوص يعني عقابية وتجريمية واضحة جدا لهذه الأفعال الغير يعني قانونية، أو الأفعال الضارة اللي ليها انعكاسات الحقيقة كبيرة جدا على الجانب الاقتصادي وعلى الجانب الاجتماعي كمان بشكل أساسي، بالإضافة طبعا إنها مخالفة لكل الأديان السماوية. يعني الفكرة كلها إنه القانون الحالي الحقيقة بيعاقب على القمار والمراهنات في الأماكن المادية التقليدية، لو في حد بيراهن على خيل، لو في حد بيراهن أو بيقامر في أماكن معدة لذلك، أو بيدير أماكن في الخصوص دوت. إنما واحنا بنتكلم الحقيقة في البيئة الرقمية من خلال بقى التطبيقات والمنصات والمواقع الإلكترونية المختلفة، الحقيقة ما عندناش نص واضح في المسألة دي. ومن هنا بتيجي أهمية يعني قيام مجلس النواب والحكومة بصياغة نصوص تجرم مثل هذه الأفعال الضارة، خصوصا مع انتشارها في الفترة اللي هل فاتت ده بشكل مطروح؟ كبير طيب هل جدا. احنا عندنا فعلا اي اقتراحات بهذا الشكل امام مجلس النواب؟ أعتقد إنه يمكن الأسبوعين الثلاثة اللي فاتوا شهدوا يعني حالة كبيرة من المناقشات حوالين الموضوع دوت، والإعلام كله الحقيقة بيتكلم على الموضوع دوت، وكنت بتكلم مع بعض الزملاء من مجلس النواب، وكانوا بيقولوا إنهم بصدد إعداد يعني بعض النصوص الخاصة بتجريم المراهنات الإلكترونية. نتمنى طبعا إنه قبل ما دور الانعقاد الحالي ينتهي نبقى قدرنا اننا نوصل لنص قانوني يجرم الظاهرة دي الحقيقة. هل احنا عندنا ممكن نقول انه حجب هذه التطبيقات ممكن يساهم في حل المشكلة ولا لا؟ لان احنا من فترة كنا بنتكلم على تطبيق تم حجبه ومع ذلك شايفين ان الموضوع مستمر. طيب يعني استاذ سارة الحقيقة في مجموعة آليات من الممكن انه يتم تطبيقها في الموضوع دوت، خصوصا مع ازدياده بشكل كبير جدا، وانه ناس كتيرة الحقيقة للأسف بتلجأ له كوسيلة للمكسب السريع يعني، وللأسف بيتحولوا إلى مدمنين للرهان والمقامرة من خلال هذه التطبيقات. وزي ما حضرتك أشرتي في المقدمة انه في الأول بيكسب وبعد كده بيبتدي انه يخسر، وبالتالي بيبقى بيلعب علشان يحاول انه يعوض خسارته، ومن هنا بتيجي بعض الجرائم وخلافه. طبعا الحجب ده واحد من يعني الآليات اللي من الممكن انها تتعمل لكل التطبيقات والمواقع اللي يعني فيها أنشطة متعلقة بالقمار والمراهنات وخلافه. ده جزء. الجزء الآخر الحقيقة فكرة التوعية، ازاي نقدر اننا نوعي شبابنا، لانه معظم اللي بيراهنوا الحقيقة هم من فئة الشباب، ودي فئة طبعا كبيرة جدا في المجتمع المصري. ازاي نقدر نوعيهم بمخاطر الموضوع دوت، ازاي نقدر نوعيهم دينيا، ازاي نقدر نوعيهم اقتصاديا واجتماعيا كمان على مستوى الخسائر اللي من الممكن انهم يحققوها، على مستوى كمان حتى على مستوى الامن السيبراني، ازاي نعم. يقدروا انهم يحموا اجهزتهم وبياناتهم من السرقات واحيانا من النصب. يعني الفكره كلها كمان انه بعضهم بيدخل على بعض المنصات وبعض التطبيقات اللي معموله اساسا مش بهدف القمار قد ما هي بهدف انه ينصب على الناس ويقدر انه ياخد فلوسهم بشكل المشكلة ساعات يعني بس ان الشباب بيكون عنيد وما بيبقاش مدرك لكل التفاصيل دي، والحاجة التانية كمان انه علشان اوعيه بقى سبرانيا او كذا ساعات الاهلي اصلا ما بتبقاش واخدة بالها ايه اللي حصل، او ساعات ممكن يكون اصلا هو شخص كبير مش شرط ان هو يكون حتى شاب. وانا بشكر حضرتك لانه نقطة مهمة جدا حضرتك اتكلمت عنها، وهي ضرورة ايجاد
تشريعات إلكترونية، يعني ما يبقاش بس عندنا تشريعات تخص المقامرة في أماكن موجودة خيل أو كذا زي ما حضرتك أشرت، لكن احنا بنتكلم على كمان يكون عندنا تشريع يتعلق بالمقامرة الإلكترونية، وطبعا بجانب الرقابة والحجب وكل الأمور اللي حضرتك قلتها، لأن ده موضوع مهم جدا جدا جدا. بشكر حضرتك الدكتور محمد حجازي خبير التشريعات الرقمية، شكرا لوجود حضرتك معنا في كل الزوايا عبر تطبيق زوم. زاوية تانية برضو مهمة جدا في هذا الأمر وهي الزاوية النفسية. أنا ليه بروح أصلا لهذه المقامرة؟ أنا ليه بروح للمغامرة دي؟ والحقيقة أن دايما الشباب كمان الجديد الأجيال الجديدة عندهم كده حماس أنه هو يجرب حاجات جديدة، فهل ده برضو نوع من أنواع الحماس ولا هو المكسب ولا هو إدمان ولا هو إيه بالظبط؟ احنا معانا برضو عبر تطبيق زوم الدكتور جمال فرويز استاذ الطب النفسي. دكتور جمال اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم استاذ ساره، تحياتي لحضرتك، اهلا وسهلا. هذه الحاله هل هي حاله ادمان؟ بتوصل لمرحله الادمان يا فندم. احنا طبعا انا طب بتبدا ليه؟ يعني هي بتوصل لمرحله الادمان بتبدا بايه؟ اضطراب الشخصيه، يعني احنا عندنا في ناس اقل من 14 سنه شفناهم في هذا النوع من الادمان بيبقى عندهم حاجه اسمها كوندكت ديسوردر او اضطراب التواصل مع الاسره. فوق ال 14 سنه خلاص الاسره كده الشخصيه اكتملت، بتبقى في شخصيه سايكوباتيه، في شخصيه بوردر لاين اللي هي الشخصيه الحديه، او الشخصيه طبعا مضاده للمجتمع اللي هي سايكوباتيه. بنلقى اغلب الناس دول هتلاقيهم اطفال 12 سنه 13 سنه 14 سنه، بنلقى 18 19 سنه 30 سنه 34 سنه، جالي 50 سنه 55 سنه. هتلاقي كلهم الرابط اللي بيربط بينهم كلهم الرغبه في الثراء السريع. كلهم عايزين يغنوا بسرعه مع غسيل المخ المستمر على السوشيال ميديا، مع طبعا النهارده الناس شايفه السوشيال ميديا، شايفه العالم عايش ازاي، شايفه الدنيا بره ازاي، فهم بيستسهلوا. ناس عندها حته السلبيه ولا مبالاه وعدم اهتمام بنتيجه التصرفات. النهارده الولد الصغير بيروح يسرق جدته، بيسرق جيرانه، بيسرق قريته، سرقها بس هو قتلها، يعني حسب الحاله اللي احنا شفناها. انا بكلمك اللي انا شفتهم بيسرقوا. راجل كبير بيبدا يسرق من مراته ويسرق من خطيبته، يبدا يبيع عفش بيته، يبدا يبيع الذهب اللي جايبه للعروسه، يبدا يستلف من الجيران كلهم باستغلالا لاسم الاسره بتاعته او استغلالا للماضي بتاعه اللي قد كان مشرفا لفتره ما. فتلاقي كلهم مضطربين، تلاقي الناس دي اغلبها العلاقه مع الاسره فيها مشكله دائما وابدا. دوري على العلاقه مع الاسره، وخصوصا حط بين قوسين كده العلاقه مع الاب. دائما 80-85% العلاقه مع الاب سيئه، وبالتالي هم بيدوروا على اي مصدر للصراع عشان يعوض الحته العاطفيه المنقوصه داخله، ان انا اجيب فلوس بصوره سريعه. طب سريعا يا دكتور جمال، هل في علاج سريعا؟ طبعا يا فندم. بص يا فندم، احنا هنقول منع. في ناس دي اللي بيجيدوا الدخول على السوشيال ميديا هيدخلوا باكونتات فيك من دول تاني وهيشتغلوا. العدد هيبقى اقل طبعا، ولكن اللي احنا لازم نزود العلاقات بين الاسره، يعني لازم نوعي الناس قوي ان الموضوع ده ما فيهوش المكسب اللي بينزل في الاعلانات. انت لسه بتشتغل، ده انت هتكسب ملايين، ده انا النهارده دخل في اليوم 50,000، دخل لي 60,000. لازم نعمل الدعايه المضاده والوعي زي ما حضرتك يعني كده، يعني زي ما حضرتك كده وضحت. حضرتك يمكن يعني لو لخصت كلام حضرتك في كلمه كده مفتاحيه، الاسره هي الحل، يعني من الاول لاخر الاسره هي السبب في المشكله، الاسره هي مفتاح الحل. انا بشكر حضرتك جدا على وجودك معنا وعلى هذه القراءه. الدكتور جمال فرويز استاذ الطب النفسي، شكرا لوجود حضرتك معنا عبر تطبيق زوم. اخد حضراتكم بقى لقصه ثانيه برضو عندنا كانت مهمه هذا الاسبوع. لما توفى الموسيقار الكبير بليغ حمدي، فكتب الاستاذ محمود عوض كاتب برضو القدير الله يرحمه مقال شهير كان عنوانه بليغ حمدي الرحيل في منتصف جملة موسيقية. ومع أن الموسيقار الراحل ما كانش صغير في السن، ولكن محمود عوض كتب أن الموسيقى خسرت برحيل بليغ لأن كان عنده كتير يقدمه للموسيقى العربية. العنوان ده نقدر نقول يعني بالفم المليان كده أنه ينطبق حرفيا على الرحيل المفاجئ والصادم للملحن الشاب محمد رحيم.
هذا الشاب اللي بدأ رحلته الفنية، وكان معتبر كمان أنه هو اتأخر لما كان عنده 17 سنة، بدأها مع الفنان عمرو دياب بأغنية وغلاوتك، وكان بيقول أنه زي ما قلت حركة أنه اتأخر، وكان بيعمل ألحان وبيعزف من 6 سنين، وتشوفوا الألحان القديمة اللي كان بيعملها وهو عشان بس يذاكر أو يحفظ مواده الدراسية، كان بيعمل ألحان حقيقية وألحان يعني ما تقدروش تصدقوا أن واحد صغير كان بيعمل ده. نشأته كانت في أسرة نقدر نقولها أسرة عادية حسب كلامه، اللي هو بعد كده اكتشف والدته الشاعرة الراحلة إكرام العاصي، وبيقول أن والده كان يعني بيستمتع بالموسيقى. انطلاقته كانت بمقابلة الفنان حميد الشاعري في ندوة بكلية التربية الموسيقية، وبعد كده لما راح له الاستوديو بالصدفة كان عمرو دياب موجود، وكل هذه القصة اللي احنا سمعناها على مدار هذا الأسبوع وإزاي أنه انطلق برحلته الطويلة. خلونا طيب نشوف هاتفيا معنا الناقد الفني مصطفى حمدي. أستاذ مصطفى مساء الخير، ويمكن أنا شفت لك حلقة بودكاست كنت بتتكلم فيها عن إنتاج محمد رحيم، ودي كانت حلقة يعني في حياته، يعني ما نقدرش نقول إنها بعد هذه الذكرى أو بعد ما حدث أو بعد أو نقول إنها ركوب ترند أو أي حاجة بالشكل ده. حلقة كانت حلقة قيمة جدا تحلل أعمال الراحل محمد رحيم. عايزة أبدأ مع حضرتك من هذا العنوان اللي كان كتبه الكاتب الكبير محمود عوض عن بليغ حمدي، الرحيل في منتصف جملة موسيقية. هل أقدر أطبق ده على الراحل محمد رحيم؟ مساء الخير على حضرتك. أولا أحب أعزي كل المحبين الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي في رحيل محمد رحيم. مبدع كبير جدا، وإبداعاته دي قدمها في سن صغير. الحقيقة أنه فعلا العنوان اللي صدقه الأستاذ محمود عوض هو انطبق أيضا على محمد رحيم، على مسيرته، لأنه رحل مبكرا وهو ما زال شابا في منتصف الأربعينات يعني، وده سن في حكم الوسط الموسيقي أو الملحنين أو الشعراء، فيعتبر يعني زي ما بيقولوا كده سن التوهج والنضج. لكن محمد رحيم نضج فنيا في وقت مبكر جدا، وقبل اغلب زملائه او اغلب جيله من الملحنين ومن الشعراء، لانه هو اول واحد في الجيل ده ظهر، واول واحد لحن في الجيل ده، وظهوره كان مع نجم كبير زي عمرو دياب من البدايه. ومع ذلك محمد رحيم يعني ما فضلش مرتبط باسمه بعمرو دياب لسنين طويله، لا ده هو نجاحاته كتيرة جدا مع كل الفنانين وفي وقت سريع جدا، نجاحاته تنوعت يعني ما نوال الزبي وحبيب الشاعر. ايه المختلف في محمد رحيم؟ المختلف في محمد رحيم انه كان بيجمع بين حاجتين متضادتين وفي نفس الوقت قادر انه يحققهم، وهي البصمة الشخصية في الألحان وفي نفس الوقت التنوع. بمعنى انه لما بنسمع لحن بنروح للوهلة الأولى نقول إنه اللحن ده فيه روح محمد رحيم، لكن في نفس الوقت ما تحسيش بإنه الألحان مكررة، لأنه كان عنده ثقافة موسيقية غزيرة جدا. واللي فاد محمد رحيم حقيقي بجانب موهبته النابغة إنه درس موسيقى، وده اللي فرق ما بين رحيم وما بين ملحنين كتير تانيين في جيله. في طبعا ملحنين درسوا ومهمين، لكن محمد رحيم الدراسة أثقلت موهبته بجانب الثقافة الموسيقية، فكان عنده القدرة على أنه يلحن من خلال تيمات أو جنرات موسيقية مختلفة ما بين الشرقي واللاتين بوب والأسباني وحتى كمان أنا بقول أن محمد رحيم عمل محاكاة بدري قوي قوي لفكرة الراب اللي الناس تتكلم عنها دلوقتي، عملها مع هشام عباس في أغنية أنا عارف حبيبي، وعمل ده برضو يعني في حبيبي ولا على باله مع عمرو دياب، وعمله بشكل شرقي. يعني هو كان عنده نبوغ في انه يطوع جنرات موسيقيه مختلفه للالحان الشرقيه، في نفس الوقت كمان المختلف فيه انه يعتبر الوحيد في ملحنين جيله اللي كان بيستلهم من الفولكلور على مستوى الكلمه، يعني من الفولكلور على مستوى الشعر، ويعيد صياغته بالحان جديده اصيله هو اللي عاملها، مش بيستوحي من الفولكلور الالحان ويعيد تقديمها. وده حصل يمكن في تجربته مع الفنان محمد منير في اغنيه يونس
اللي كتبها الشاعر ده الكبير هو استفز عبد الرحمن يعني الأبنودي. حسب يعني كلامه وتصريحاته انه استفز الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي ان هو يعني يرجع يكتب مرة تانية اغاني. استاذ مصطفى انا عايزه يعني استلف منك جمله كنت بتتكلم فيها في كلامك عن محمد رحيم، انه التاريخ هيتكلم عنه، التاريخ هيتكلم عنه يقول ايه؟ التاريخ هينصفه يقول ايه؟ يعني من هو محمد رحيم في التاريخ؟ الحقيقه انه كل زمن وله مبدعينه. اعتقد انه محمد رحيم التاريخ انصفه، ويمكن الحاضر برضه انصفه، لانه انا ضد المقوله اللي بتقول ان محمد رحيم كان مظلوم او ما كانش منصف اعلاميا. بالعكس، محمد رحيم كان فنان جمهور بيقدر اغانيه وبيقدر نجاحاته. هو صحيح ما كانش كثير الظهور اعلاميا، ما كانش بيختلط المشاكل، ما كانش بيلعب على الترند، ولكن يكفي انه مثلا اغنيه زي انا صبري قليل لشيرين عبد الوهاب، واغنيه زي وغلاوتك لعمرو دياب، اغاني عدى عليها 20 يعني سنه يعني حضرتك ضد فكره انه بتتصدر مش الترند متقدر؟ دلوقتي. نعم، حضرتك ضد فكره انه ما كانش متقدر او مات من قهرته طبعا. انه مش متقدر او لا حاجه انا بالشكل ده؟ ده كلام، انا ارى انه ده كلام كله يعني كلام للاستهلاك الاعلامي او كلام بيطلع لحظي وانفعالي. انا محمد رحيم جمعني بيه مكالمة تليفونية بعد الحلقة اللي عملتها عنه من شهرين قال تقريبا، لك ايه وقتها؟ كان سعيد جدا جدا جدا، وقال لي انتوا يعني اديتوني حقي، انت وامجد جمال اديتوني حقي بشكل كبير جدا على مستوى التحليل الغنائي والموسيقي. وهو كان شايف انه الناس اللي بتتكلم في المزيكا على مستوى الاعلام ناس مش مؤهلين او مش دارسين بشكل كبير، فما بيبقاش عندهم قدرة على التحليل ومراجعه وقرايه مشروع كل فنان بشكل صح، حقيقي. فهو كان سعيد جدا ان احنا اتكلمنا عنه بشكل مهني وموضوعي ده وموسيقي. حقيقي فعلا. والحقيقه هو الراجل كان سعيد جدا جدا انه الاجيال الجديده اللي يعني اتولدوا قبل بعد ما اغانيه دي نجحت بيسمعوا اغانيه زي وغلاوتك، صح، بيسمعوا اغانيه زي انا صبري قليل بتاعت شيرين عبد الوهاب، وانه راجع ترند ووتر على حساس. تيك انا يعني. بشوف من الاجيال الجديده برضو بيحبوا كل الاغاني دي. طيب اخيرا اخيرا يا استاذ مصطفى، ماذا تبقى من محمد رحيم؟ تبقى من محمد رحيم عشرات الاغاني والالحان الهامه جدا اللي الاجيال بتسمعها ورا بعض. والحقيقه انه المشهد اللي احنا شايفينه ده وعايشينه، زمان كان بيتقال انه الاغاني اللي هتتعمل جديده او في مرحله التسعينات واواخر التسعينات كان في كده نغمه بتنتقد الاغاني دي وبتقول ان دي اغاني خفيفه ومش هتعيش. فمر الزمن وتجربه زي تجربه محمد رحيم كواحد من المبدعين بتوع المرحله دي اثبتت انه الناس بتسمع الاغاني بتاعته بعد 20 سنه، وهو حتى مستمر في ابداعه وانه بيقدم كان اغاني جديده لغايه اخر لحظه برضه الناس بتسمع الاغاني دي. فالحقيقه انه الفن الاصيل والحقيقي واللي فيه تعب وفيه ابداع هيعيش وهيستمر، وده اللي يتبقى لمحمد رحيم يعني. وانا اعتقد كمان انه في اغنيه جديده اصلا كان عملها قريب مع دويتو ما بين الفنان تامر محمد منير حسني. والفنان تامر حسني، الاغنيه دي هترى النور قريبا يعني. فدي تبقى اعتقد اخر ابداعاته واغانيه والحانه واسهاماته على مستوى التترات وعلى مستوى الاغاني اللي غناها بصوته وعلى مستوى الالحان، هتفضل مستمره وعايشه سنين طويله قوي. انا بعزيك لان انت برضو كنت صديق له. انا بشكرك على كمان على وجودك معانا في كل الزوايا، الناقد الفني الاستاذ مصطفى حمدي. انا عايز اقول لك برنامجك ده رائع وعظيم، واعتقد ان كل فنان وكل حد يعني يستاهل يتعمل له دوكيومنتري حلو زي ده، هيحب زي واكتر مني كمان محمد يكون موجود معاك قريب على الوثائقية. اللي احنا شايفينه ده جزء من بودكاست هيذاع قريبا عبر قناة الوثائقية او من انتاج يعني قطاع الانتاج الوثائقي، وكان يعني اخر تسجيل للراحل محمد رحيم. ايه تفاصيله؟ ايه كواليسه؟ خلونا نعرف أكتر من الكاتب والمخرج الأستاذ شريف سعيد، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. أستاذ شريف أهلا بحضرتك، وكانت إيه الكواليس؟ ما هذا البرومو اللي احنا شايفينه؟ مساء الخير أستاذ سارة، مساء الخير على كل الأعزاء المشاهدين. هو طبعا التيزر اللي احنا لسه شايفينه دلوقتي ده
ده جزء من او مقتطف من بودكاست من انتاج قطاع الانتاج الوثائقي باسم، ويمكن دي اول مره هنعلن عن اسمه دلوقتي معاكي على الهوا، هو اسمه كلام في الفن. كلام في الفن دي بدايه انتاج بودكاست عن تحديدا تاريخ الاغنيه المصريه وتطورها ومحطاتها من خلال استضافه عدد من المطربين والملحنين وشعراء الاغنيه المصريه. احنا بنحاول من خلال المنتج ده ان احنا نوثق تفاصيل وكواليس عن المجال ده والتجارب المضيئة فيه، ونوصل لقطاعات مختلفة، خصوصا القطاعات الشباب. ده يعني اعتقد احنا محتاجينه جدا في الفترة دي. بس عايزة يعني، لانه بيقولوا لي بس ان الوقت قرب يخلص، عايزك تقولي كواليس هذه الحلقة مع محمد رحمة. كان من ضمن طبعا الضيوف كان رحمة الله عليه الملحن محمد رحيم، وده اللي تم تسجيله بالضبط قبل 9 أيام من الوفاة. هو اتكلم عن موضوعات مهمة جدا، اتكلم عن كواليس عمله مع الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، العلاقة الإنسانية الشديدة اللي جمعت ما بينهم، علاقته بالفنان عمرو دياب، حكاية أول أغنية لحنها، المقاطع المحذوفة منها، سر نجاحه مع عمرو دياب، وعلاقته بالفنان محمد منير، وعلاقته بالفنان شيرين عبد الوهاب، تعاونه مع عدد كبير من الفنانين الآخرين، المحطات الفنية والمواقف الإنسانية اللي جمعته بمطربين زي لؤي وحمائي وبهاء سلطان وغيرهم. احنا سجلنا معاه جزئين طوال، طبعا وجه فيهم رسالة عدد من زملائه وأصدقائه في الوسط الفني، اتكلم عن أهمية قيمة وأهمية الفن والموسيقى في تنسيق الأجيال الجديدة وتنمية المجتمع. هيتذاع إمتى يا أستاذ شريف؟ إن شاء الله هنستهدف إذاعته الأسبوع القادم بإذن الله، وهنعلن على اليوم بالضبط. هننتظر كلنا. وأنا بشكرك جدا، أولا بشكرك طبعا على هذا الجهد المهم كلام في الفن، وبشكرك على أن أنتوا الحمد لله قدرتوا توثقوا شهادة الموسيقار بقى الراحل محمد رحيم. بشكرك كاتب والمخرج شريف سعيد، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. شكرا لك. دي كانت حلقتنا النهاردة، نشوف حضراتكم الأسبوع القادم في كل الزوايا مع سارة حازم. إلى اللقاء.